خلينا ننتقل لخبرنا التالي. كشفت طبعا شركة طيران أمريكية عن تغريم مسافر بأكثر من 100,000 دولار بتهمة الاعتداء على مضيفة طيران ولكمها تحت عينها بعد ما سألته عن الكمامة وطلبت منه ارتداءها، وتفاجأت بعدها بردة فعله فبدأ بالصراخ وتوجيه الشتائم على طاقم الضيافة، مما أدى لتدخل قوى أمن المطار وإعادة الطائرة التي كانت تستعد للإقلاع وإنزال الركاب لتفتيش الطائرة مجددا. يعني هذا إنسان إيش الواحد يقول الله ينكد عليه، نكد على الناس كلها يعني. طب ليش اختلقت هذا الفعل ونكدت على نفسك وعلى الناس وقفت الرحلة وعطلت مشاغل الناس؟ يعني ماني عارفة إيش الناس تستفيد من هذه التصرفات. التزم يا أخي لمصلحتك ومن مصلحة الناس اللي حواليك حتى نشعر كلنا بالسلام والأمان يعني. فما أعرف، زي هذه الحالات أنا ما أجد لها أي تفسير. للأسف يا ريم، يعني يمكن نشوف إحنا حالات حول العالم، إحنا نقول في ناس إلى الآن ما هم قاعدين يستوعبون حجم الموضوع. مزبوط. يعني قاعدين يعارضون خلينا نقول الجهات المختصة أو القانون والاحترازات وجالسين يعاندون. ما أعرف إيش قصتهم للأمانة، لكن شيء للأسف يعني في ناس يقول لك ما يؤمن. طبعا لسلامته في الأول والأخير للأسف يعني. طيب. ففعلا يعني احنا لازم يعني اذا في احد يعني مر في موقف، حتى لو كان مثلا الشخص او السكيورتي او طاقم طائره تكلم بطريقه غير لائقه، خلاص يا اخي سلك عن الموضوع والبس كمامتك في النهايه. بالفعل.